صديقي الاربعيني، مساء الخير. انا في الفيديو ده هتكلم عن حاجات ما تعملهاش لو انت مريض سكري، خصوصا لو انت مبتدئ. سعادتك مبدئيا الجزمه اللي انت بتلبسها ما تبقاش وشها ضيق او بيبوظ، لازم يكون وشها عريض ومريح بالنسبه لك، عشان لو الاوعيه الدمويه لازم تكون واخده راحتها، لان مريض السكري دايما هيبقى عنده دايما مشاكل في الاوعيه الدمويه، فخد بالك من الحاجه دي. الحاجه الثانيه، وانت نايم بالليل ما تلبسش حاجه ضيقه، نفس الكلام، انت ما بتلبسش حاجات ضيقه، فلازم تخلي بالك ان الاوعيه الدمويه لازم تكون براحتها. الحاجة التانية، لو انت بتغسل رجليك قبل ما تنام او بعد ما بتصلي بتتوضأ، لازم تنشف ما بين صوابع رجليك، لان المية اللي بتفضل بين صوابع رجلين دي ممكن تسبب لك تشققات او ممكن تسبب لك بكتيريا معينة بتخلي الصوابع ممكن تشقق او تفتح، ودي مش في مصلحتك خالص، خد بالك. الحاجة التالتة، سعادتك لو ماشي في طريق طويل وعارف انه مفيش حمامات، او طريق زحمه وانت عارف ان انت رايحه في الطريق زحمه ده، انا بقول لك انا بشارك معاك خبرتي في 8 سنين غير القراءه والاطلاع، خلي معاك دايما ازازه فاضيه كبيره لا ربما تحتاجها، لان ان انت تحبس الميه هي خطر على الكلى، فخد بالك بس عشان دي مهمه جدا. ها، وان شاء الله ما تحتاجهاش، بس خد بالك. يعني في حاجه كمان، موضوع بقى انا بشوف ان في ده غلط كبير جدا الناس بتقع فيه، الناس بس الكلام ده الناس متقدمه شويه في موضوع السكري، لما بيكونوا عارفين ان هم عندهم كشف دوري مع الدكتور، فبييجوا قبليها بكده فتره بسيطه ايه يظبط نفسه والسكر، هو بيبقى عارف عنده خبره بقى، فبيبقى عارف بيعمل ايه عشان يظبط السكري او نسبه السكر في الدم، فلما يروح للدكتور يعمل التحليل الدكتور يقول له لا تمام، بعد ما بيخلص يروح يكافئ نفسه بوجبه حلوه بقى وسكر او حاجه حلويات، ما هو سكره مظبوط. انت بتضحك على نفسك، ما بتضحكش على حد تاني، هو الدكتور ملوش دعوه في الاول وفي الاخر، ده جسمك انت وصحتك انت، فبلاش الحركه دي. في حاجه لازم تبقى عارفها كمريض سكري، موضوع ان السكر يطلع يفضل طالع نازل ده خطر جدا على الجسم، يعني لو رحنا لأسوأ الظروف يا اما يبقى عالي مستقيم او مستمر، يا اما يبقى واطي ونفس الكلام، لكن طالع نازل ده خطر. فالافضل والاريح ان انت سعادتك تاخد بالك من نسبه السكر في الدم. الحاجات اللي بتتعمل دي انت كراجل مريض سكري او انت، يعني الموضوع مختلف شوية. احنا انا شايف ان الموضوع ده بالنسبة لي من عند ربنا كده نعمة، بمعنى احنا لما جالي السكري ده انا اتعلمت الادب والالتزام في طريقة الاكل والشرب، ونفعت معايا جدا ومريحاني جدا جدا جدا، فانا لا بحس بالحرمان ولا بحس ان انا مختلف، بالعكس انا حاسس ان انا مختلف عن الاخرين. انا دلوقتي الناس الاخرين دول بيصعبوا عليا، بياكلوا بدون حساب، بياكلوا بدون معرفه، بياكلوا اي حاجه هم عايزينها، مفيش احترام للجسم. انا بالنسبه لي لا، انا اتعلمت الادب في الحته دي، فانا شايف ان اللي عنده سكري هو عنده هديه من عند ربنا ان هو ياخد باله من صحته ويلتزم بيها كويس جدا جدا. بالاضافه ان انت لازم تعمل شويه رياضه، حتى لو هتمشي كل يوم من 5 ل 7 كيلو كل يوم، صبح بقى بدري قبل ما تروح شغلك، بالليل قبل ما ترجع من الشغل، قبل ما تخش تنام، في حاجات كده معينة انت كمريض سكري لازم تعملها، لان مرض السكري هو مرض مزمن وملوش علاج، هي قصة كلها ان انت بتاخد بس منظم لنسبة السكر في الدم، خلصنا خلاص. هل ده معناه ان دي حاجة وحشة؟ لا، هي انا شايف ان هي حاجة كويسة جدا تجبرك ويخليك ملتزم ان انت تعمل رياضة، حتى لو رياضة خفيفة، وتاخد بالك من اكلك وتشرب مية بانتظام. معلومة على الماشي كده، يعني انت محتاج لكل 25 كيلو جرام من وزن جسمك لتر مية. لو ما مش متعود لا اتعود، انت لازم تعمل نظام لنفسك، مالكش دعوه بحد غيرك، حدش يجي يقول لك شربت ميه ولا لا، حدش يقول لك ما تاكلش دي ما تاكل دي، بالعكس احنا عندنا عادات سيئه جدا جدا في مصر في الوطن العربي. لو في عزومه يا عم ما جاتش من المعلقه دي، ما جاتش من الطبقه دي، كل اللي في نفسك، العمر واحد والرب واحد ونعم بالله، بس ده كلام كله مؤذي وبيؤدي لصاحبه ان هو انا بسميه بيوديك للهلاك. ليه بقى؟ هو السكر ما بيفهمش العزايم ولا العشم ولا الجبر الخاطر، ده كلام فاضي. انت عندك حاجه لازم تتعامل معاها، الا وهو ان ده مرض اعمى ما بيعرفش هو بيضرب فين، وبيأثر على حاجات كتير قوي، بيبتدي بالعين والشبكيه والقرنيه، ويخش على الكلى، الكبد، الرجل، القدم، ما بيسيبش، ده غير انه ممكن يسبب لك ضعف جنسي ورغبه، عدم رغبه جنسيه وقدره جنسيه. فبالعكس انا شايف ان انت دي حاجه تخليك تلتزم وتبقى مجبر ان انت تعمل رياضه وتاخد بالك من اكلك، وتبطل تغش نفسك او تضحك على نفسك يعني. ففي حاجات مهمه لازم تبقى عارفها، زي مثلا انت لو اتجرحت لازم تتعامل مع الجرح بسرعه، لو عندك كدمه لازم تتعامل معاها بسرعه،
انت غير بقى التانيين او الناس العاديه يعني اللي عندهاش مقاومه انسولين، لان القصه دي بتوصلك ان فتره الاستشفاء او الريكفري بتاعك بياخد وقت، فانت لازم تلتزم وتدي الموضوع اهميه خصوصا في الجرح. قبل ما اخلص الفيديو انا هعمل حلقات تانية، يعني انا قلت اعمل حلقة بسيطة كده صغيرة يمكن حد يستفاد بيها ولا حاجة. فلو حد عجبه الفيديو او حد شايف ان هو في حاجة تانية عايز اتكلم فيها يا ريت يعرفني، يسيب لي بس في التعليقات. انا متاح ان انا اعمل اي فيديو اشارك فيه خبرتي لموضوع السكري يعني، وهتكلم برضو على التغذية فيما بعد. وتحياتي.